خلي هاي العادية أمورك بسريع. يلا كلياتنا مع بعض على التيل شباب، على التيل كلكم. تيم حسن وشكران مرتجى وماجي أبو غصن ينعون بسام الملا، ومخرج سوري يهاجم سلافة معمار سخيفة. توفي صباح اليوم المخرج السوري بسام الملا بعد صراع مع المرض، ونعى الملا عدد كبير من نجوم الفن في لبنان وسوريا والعالم العربي، أبرزهم الممثل السوري تيم حسن الذي نشر عبر حسابه على إنستغرام تدوينة عبر فيها عن حزنه الشديد بعد سماعه هذا الخبر المؤسف، فقال: رحم الله الأستاذ الكبير بسام الملا، أعتقد أنه لا يمكن أن تكون ناطقاً بالعربية إلا وقد شاهدت على أقل تقدير مسلسل ما أو حلقة ما لمخرجنا السوري القدير. بغسلهم أنا ولا أنت؟ إذا بدكم أنا بغسلهم. عن حقه؟ وبكبسهم مخلل كمان. مضيفاً: لم يكن صاحب نجاح اعتيادي أو نهج خاص أو بصمة وثائق خاصة فقط، إنما هو حقيقة من كبار المخرجين العرب الذين عرفوا كيف نقلوا روح وخصوصية حياتهم وبلدهم إلى مدى أرحب، فأدخل رحمه الله المسلسل السوري إلى ذاكرة العرب ووجدانهم بقديمه وجديده من الثمانينات وحتى آخر أيام نشاطه الفني. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وألهم أهلك ومحبيك الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. شو؟ إيش شو ما سمعت؟ هلأ أنا بنزعلك صباحك وما بهنيك فيه؟ من جهتها نشرت الممثلة السورية شكران مرتجى صورة للمخرج الراحل عبر حسابها على إنستغرام وعبرت عن حزنها لرحيله، مشيرة إلى تعاونها معه في بعض الأعمال الدرامية السورية والعربية، فكتبت: رحل آغا الشام الأستاذ بسام الملا في ذمة الله، إن لله وإن إليه راجعون، صاحب فضل وسبب لنجاح كبير، شكراً على كل شيء، ولأني بيوم اشتغلت تحت إدارتك وما حدا بينكر أثرك بالدراما السورية والعربية، أختلف أو أتفق معك، أرقد بسلام في القلب والذاكرة يا آغا. مين قال هالحكي؟ عيني ما فارقتك ولا لحظة. يعني شفتيني؟ وتملخوا إجري وأنا واقف. أما الممثلة اللبنانية ماجي أبو غصن فودعت المخرج الراحل في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، حيث أكدت على دوره الكبير في مساندتها في بداية رحلتها التمثيلية، فكتبت: أستاذنا الغالي بسام الملا، الله يرحم روحك ويسكنك فسيح جناته، تاريخك الفني المشرف رح يبقى، آمنت فيي وإلك فضل كتير كبير علي ببدايتي، كل الحب والذكريات الطيبة، صلواتنا لروحك. كل شي بعده على حاله، ما في شي رح يتغير. وفي سياق مختلف هاجم المخرج السوري مأمون البني المحتوى المقدم في مسلسل على الحد وما وصلت إليه الدراما من تفكك وانحدار بالمستوى بحسب تعبيره، وفي منشور على حسابه عبر فيسبوك انتقد البني المنتجين لهذا العمل، فقال: الشاهد يستغرب كيف لشركة إنتاج أن تنتج مسلسلاً تنزل لهذا الحد بالمستوى في مسلسل هالحد، واصفاً العمل بأنه مفكك غير منضبط وتجميع. اللي بيشوف القصة من برا بيشوفها كتير بشعة، بس أحياناً في أخطاء بتكون أفضل الخيارات. كلام الابني لاقى تفاعلاً كبيراً بين الجمهور الذين أثنوا على ما يقوله، حيث كتب أحدهم: لا كتاب ولا مخرجين بهيك مسلسلات، المهم ينتجوا 20 مسلسل وراء بعض، مسلسلات سخيفة تافهة، والعيب عهيك ممثلين.